غصت سماء وانحنت أركان وبكت على باب الجنان جنان، وكأن صدر العرش يعصر ضلعه، وكأن كوثر حيدر ظمآن. الحور في الفردوس تسأل بعضها وتساءلت ما بينها الولدان. نزلت ملائكة على أعتابها في الباب كيف تصاعدت نيران. في الدار فاطمة وإن من قالها هل كان يجرؤ لفظها إنسان. عجبا وكيف سكوت قالع خيبر وببابه يتكلم الشيطان. عجبا وكيف سكوت قبضة حيدر وفلان يضرب فاطما وفلان. ما بين صرخة فاطم خادمكم، ما بين صرخة فاطم وسكوته حكم يروم لفهمها لقمان. فالصبر في وقت الشدائد نصرة، والسيف في بعض الحروب لسان. فدت الإله بضلعها وجنينها وبعينها المسطورة البرهان. لم تكترث للضلع لحظة كسره، بل سلمت وجنينها قربان. فبكسر ذاك الضلع كان نداؤها، سقط الجنين ليرفع الآذان. رأت الإمام مكبلا بحبالهم، ويطوف في بيت البتول دخان. راحت تدافع عن إمام زمانها بعقيدة وسلاحها الإيمان. خلوا ابن عمي، يا لها من صرخة صاحت بها الأفلاك والأكوان. خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء، والمسجد اهتزت به الجدران. إذ صاح يا سلمان صوت المرتضى، الحق بفاطمة وذاك بيان. كادت تقوم قيامة بدعائها، لولا علي صاح يا سلمان. لولا الوصية لم يكن لسقيفة ذكر ولا أثر ولا عنوان. ومضت بها الأيام وهي عليلة كفراشة ذبلت بها الألوان. تبكي فراشة حيدر في دارها، والدار دارت حولها الغربان. فبنى لها بيتا يترجم حزنها، وتكربلت من دمعها الأحزان. وبكى الندى والروح والريحان، ولحالها سورا بكى القرآن. رحلت عن الدنيا وديعة أحمد، وتوشحت بحدادها الأزمان. رحلت وذو الفقار يرقب ثأرها، والمرتضى ضاقت به الأوطان. ضاقت به الأنفاس لحظة دفنها، قلب بكى وتحسر الوجدان. هي زهرة ماتت تفوح بعطرها، كيف استطاعت ضمها الأكفان. دفنت وكيف الدفء يدفن يا ترى، أم كيف يدفن في التراب حنان. الكل يسأل والعقول تحيرت، كيف احتوى حجم المصاب مكان. ماذا تلألأ في جفون المرتضى، هي دمعة أم إنها المرجان. الحور في الفردوس تسأل بعضها، وتساءلت ما بينها الولدان. أو فاطم
تحت الثرى جثمان، أم حيدر فوق الثرى جثمان.